أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة عديدة، أبدأ بما كان متعلقا بالدرس. على سائل يقول: ما حكم الأشرطة التي فيها نساء يضربن الدفوف، والنساء اللاتي يضربن الدفوف في العروس يطلبن مقابل ذلك نحو 3000 أو أزيد بقليل؟ لا يجوز تسجيل أصوات النساء، لا يجوز تسجيل أصوات النساء وتسجيل الدفوف وتداولها، هذا لا يجوز. إنما يستحب للنساء ضرب الدفوف بمناسبة الزواج، وأن يغنين بما جاء الترخيص فيه من قبل الشارع من أصوات مجردة للنساء ليس فيها تطريب ولا تشبيب ولا على شكل الأغاني الماجنة الموجودة الآن، وإنما هو صوت عادي، صوت النساء العادي الذي يغنين به في بيوتهن، أو هذا مرخص فيه من أجل المصلحة، من أجل إعلان النكاح، من أجل إعلان النكاح، هذا رخصة، والرخصة يقتصر على موردها، ما يزاد فيها، ما يزاد فيها، وإنما يقتصر على ما جاءت فقط. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في للنساء بضرب الدف والغناء بأصواتهن المعتادة، أما أن هذا يسجل أو يعلن في الميكروفون هذا لا يجوز، يعني صوت المرأة فتنة، لا يجوز هذا. نعم، وهذا ينتهي بانتهاء وقته، لا يسجل ويروج بعد ذلك ويسمعه الرجال ويسمعه الناس، هذا ينتهي بانتهاء وقته فقط. نعم، فهذا استعمال للرخصة في غير ما شرعت من أجله. نعم.